معرض ألوان العراق للفنانة سلمى العلاق على قاعة المركز الثقافي العراقي في واشنطن هو محاولة لنقل مشاعر الحنين للوطن الأم العراق عبر لوحات اتسمت بالطابعين التجريدي والواقعي، وهو محاولة لنقل انطباعات وأحلام العلاق للصورة التي تتمناها لبلدها. نحتاج نعرف الآخرين بالفنون اللي عندنا بالوجه الآخر من العراق، يعني العراق بلد خير وبلد بيه من الطاقات الموجودة يعني المتميزة حقيقة، فالمفروض العالم الخارجي يطلع عليها قدر الإمكان، وهاي مهمتنا بالحقيقة. هو كان نحن تسمية نريدها أن نسميها قوس قزح أو ألوان العراق، يعني لكي نمثل جميع أطياف ألوان الطيف العراقي، وأن العراق واحد وموحد من خلال هذه اللوحات التي تشير إلى العراق بتراثيته وبإرثه. اللوحات جسدت حضورا عراقيا تراثيا بامتياز كما وصفها الحاضرون، من شناشيل ونخيل وأزياء وعبر تجسيد واقع الحياة اليومية للمواطن العراقي. أعتقد الرسومات بحد ذاتها بها بعد تراثي، تحدث عن واقع عراقي، يتحدث عن أمل، هوية عراقية، هوية تراثية للمجتمع اللي دائم به، وأيضا يتحدث عن تنوع الموجود. فنانة حاولت أن تعبر عن ما تعتقد دي يحدث في العراق بأملها وبتطلعاتها من خلال هذا الرسومات. الانطباع اللي صار عندي لما شاهدت اللوحات اللي فيها أطفال مع هذا الحضور الرمزي لشناشيل للمفردات التراثية العراقية، أتخيل هو استحضار لروح الطفولة عند الفنانة. دائما لما نشاهد الواقع بألمه ويكون عندنا هذا الحنين للعودة إلى الماضي، الصورة اللي نظهر بها هي صورة الطفل، الطفل اللي في داخلنا اللي يحلم ويتمنى ويتأمل. سلمى العلاق فنانة شكل الرسم عاملا مهما في حياتها، حتى أنه كان السبب في أن تلتقي بشريك حياتها مؤيد الحيدري، والذي وصف لقاءهما بهذه الكلمات: الرسم كان أول طابوقة أساس في حياتنا كزوجين أو صديقين وزوجين وزميلين، شاركنا الرسم علاقتنا ومحبتنا لأولادنا وعائلتنا الصغيرة، والأهم أنه كان العراق هو التوقير والشعار الأول في تجربتينا المختلفتين لكن اللي كانت إلى حد ما متوازيتين. علي شكور، الحرة، واشنطن.